السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا التعبير الكتابي كتابة نص إرشادي صفحة 179، دائما مرجع المفيد في اللغة العربية. إذا غادي نبدأ بقراءة الوضعية أكتشف وأتدرب. إذا قمنا بزيارة المدرسية إلى معصرة عصرية للزيتون. في باب المعصرة طلب منا المسؤول الالتزام بمجموعة من الإرشادات وسلم كل واحد منا بعض الوسائل الوقائية قبل الدخول إلى المعصرة. إذا بالنسبة لهذه الوضعية دائما خصنا نحدد الكلمات المفاتيح. إذا حنا عندنا زيارة مدرسية، هذا هو الحدث، والمكان هو معصرة عصرية للزيتون. في باب المعصرة طلب منا المسؤول الالتزام بمجموعة من الإرشادات. إذا هاد الإرشادات هما اللي غادي نتعرفوا عليهم في هاد الحصة، كيفاش غادي نكتبوا إرشادات. هاد الإرشادات هادو بطبيعة الحال من أجل السلامة ديال الشخص، ومن أجل كذلك الحفاظ على يعني جودة المنتوج اللي حنا غادي نشوفو نكتشفوه اللي هو الزيتون. بطبيعة الحال خصنا حنايا كأطفال وكفريق وك يعني طاقم ديال المؤسسة نكونوا يعني نحافظوا على الصحة ديالنا، وفي نفس الوقت من يعني من لوتوش هذاك المنتوج اللي حنا بصدد الاكتشاف ديالو، اكتشاف كيف يتم صنع ولا استخلاص زيت الزيتون. اذا لاحظوا معي الرسوم، اذا سنكتب نص ارشادي تحت كل رسم كما في المثال. يعني غادي نشوفوا الصوره اشنو هي الحاجه اللي كتركز عليها الصوره، وغادي نحاول نكتبوا واحد النص بحال المثال الاول والاخير. مثلا هادو هما الارشادات اللي غيوجههم لينا المسؤول. مثلا غادي تدخل مثلا لواحد مثلا مسجد، مثلا نقدروا نقولوا ارتدي يعني لباسا محتشما، حافظ على نظافة المسجد، حافظ على يعني أتات المسجد، ويعني المسائل كلهم ديال المسجد إلى آخر. يعني كتلتزم واحد المجموعة ديال الأشياء. شوفوا معايا الرسم الأول، عندنا واحد الحذاء واقي من البلاستيك بطبيعة الحال اللي كيكون معقم. انتعي الحذاء واقيا قبل الدخول إلى المعصرة. في الصورة الثانية هنا عندنا الخوذة الواقية للرأس أو للغطاء، كيكون هو نورمالمون غطاء بلاستيكي، يعني باش نتفاداو ان الشعر يسقط في الاماكن ديال يعني هذوك المواد الغذائيه. اذا غنقولوا ضع خوذة واقية للرأس. ضع خودة واقية للرأس. الصورة الثالثة لاحظوا معي لدينا غسل الأيدي. إذا هنا اغسل، إذا اغسل ندير همزة قطع اغ أو الوصل عفوا، اغسل يديك جيدا بسائل معقمين. صورة ثالثة وضع القفازات. إذا ضع قفازاتك، ضع قفازاتك إذا لتفادي تلوية الزيتون وزيت الزيتون. ثم اخيرا لاحظوا معي لا تدخل المعصرة دون لبس الميدع، اذا لا بد من لبس الميدع. اذا هادو هما الطريقة باش كنكتبوا نصوص ارشادية. اذا لاحظوا معي لكتابة نص ارشادي، اولا خصنا نديروا ارشادات واضحة مباشرة ودقيقة، يعني جمل يعني دقيقة واضحة مباشرة، اذا ما نكتروش الهضرة بزاف. وهذوك التوجيهات خصهم يكونوا مرتبه ومتسلسله بطبيعه الحال، واحد الترتيب واحد التسلسل اللي كيراعي يعني التسلسل المنطقي للاحداث. مثلا انت باغي تدخل
المعصر، فخصك تلبس الحذاء، دير الخوذه، تغسل يديك، دير القفازات، تلبس الميدعه، ودير هادشي كامل عاد تدخل. ثم استعمال فعل الامر، اذا نستعملوا فعل الامر ولا لا الناهيه، بحال مثلا فعل الامر انتعل، ضع، ضع، وعندنا لا الناهيه لا، اذا لا تدخل. الان غادي نمروا الانشطه الانجاز. اكتبوا نصوصا ارشاديه بخط واضح على لوحه، ثم اقدم فيها توجيهات لزوار الغابه واعلقها على جذوع الاشجار في الغابه لينتبه لها هؤلاء الزوار. اذا اعطونا امثله، استمتع بجمال الغابه وحافظ عليها، عندنا هنا فعل الامر، لا ترمي الازبال في الغابه، عندنا لا الناهيه، نديروا لام الامر لنتجنب اسباب الحريق، لنتجنب اسباب الحريق، لا تقطع الاغصان والشجيرات، لا تقطعي الأشجار أو الأغصان والشجيرات، إذن هنا استعملت لام الأمر وهنا استعملت لا الناهية. دابا غادي نستعملو فعل الأمر، مثلا حافظ، إذا فعل الأمر حافظ على نظافة الغابة، هادو عبارة عن نصوص وجمل إرشادية يمكننا أن يعني نستأنس بها لكتابة أو لتوجيه نص إرشادي وتوجيهات لزوار الغابة من أجل الحفاظ على الغابة. إذن هادو هما الأجوبة الخاصة بهذا النص الإرشادي، التعبير الكتابي دائما. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد دائما مع بقية دروس المرجع، دائما على نفس القناة، تكونوا في الموعد، إلى اللقاء.